ما اسمك؟ اسمي موسى. من أين أنت؟ أفغانستان. أهلا وسهلا. متى تستيقظ يا موسى؟ أستيقظ الساعة 8. وأين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في البيت. هل تنام بعد الصلاة؟ نعم، أنام بعد الصلاة. متى تكنس الغرفة؟ أكنس الغرفة في الجمعة. متى تذهب إلى المدرسة؟ أذهب إلى المدرسة الساعة 9. متى تستيقظ يوم العطلة؟ أستيقظ يوم العطلة الساعة 10. أحسنت جيد. ماذا تفعل يوم العطلة؟ أشاهد التلفاز وأقرأ الكتاب يوم العطلة. أحسنت جيد إن شاء الله. أين تصلي الجمعة؟ أصلي الجمعة في المسجد المصطفى. متى تشاهد التلفاز؟ أشاهد التلفاز الساعة 4. الرابعة.